هلا يا برودرز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم سوينا سيرفر جديد، انا اللي سويته مو اي واحد. اوكي لحظة بس اشيل المطر زي كده. هذا سيرفر مودات، هذا سيرفايفل. في هذول المودات حسوي في راح اسوي راح احط لكم اسماء المودات في هذا في الر... في نسيت ايش اسمه، في الديسكريبشن او في التعليقات، اتوقع راح احط لكم في التعليقات. اوكي وش اسمه، في جوائز للاولين، اول واحد راح يدخل راح ياخذ هذه الاشياء تساعده، ثاني واحد هذه الاشياء، ثالث واحد هذه الاشياء بكل بساطة. في مود القبر او زي كده، في بعد هذا مود الانيميشن، وفي ايضا هذا المود حق الاشجار، وفي مود هذا المواسم. نسيت ايش كنت ابي اقول لكم. ايوه هذا السيرفر بس لثمان اشخاص، وهذا السيرفر للمشاركة الأصلية عادي. ولو تبون تدخلون السيرفر، الاي بي راح يكون في تعليقات، حتى هو لازم تحملون المودات كلها عشان تقدروا تدخلوا. واذا ايش اسمه ما دخلكم وقال لكم مشاكل، هذا انتظروا الى ما اسوي سيرفر ديسكورد وتدخلوا له وتعطوني اسماءكم في ايش اسمه ماينكرافت. ايوه في ماينكرافت، خلاص بكل بساطة. وهنا انا سويت اشي، يعني اللي يبي يتعلم ام جي يسويه هنا ويطلع، فهمتوا؟ ما اعرف ليش سويتها، ولكن يعني كده زي التسلية. لحد الان ما سويت ولا اشي، سويت بس هذه. شوفوا ترى العالم مرة كبير، شوفوا السيرفر ان شاء الله ما يكون فيه لاج. وكده راح نكون انهينا هذا الفيديو، وهذا زي ما قلت لكم نموذج والاي بي حق السيرفر في اول تعليق. وبيس.